وينضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب من كوفنتري الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي عبد الرحمن، يعني ما الذي يجري في هذه المنطقة؟ هل يتعلق الأمر بجيوب لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية؟ كيف يفهم هذا التطور؟ نعم، مساء الخير. أو يتعلق الأمر بإعادة إحياء التنظيم الذي بدأ ينشط بشكل كبير جدا منذ عدة أشهر في هذه المنطقة. ضف على هذا الرقم من قتل النظام 7 عناصر جدد من قوات الدفاع الوطني قتلوا في ريف دير الزور الغربي، أي في بادي دير الزور، في محاولة لتمشيط تلك المنطقة. التنظيم بدأ حقيقة الأمر يعني ينشط بشكل كبير جدا. نتحدث فقط خلال 48 ساعة عن 130 غارة جوية من قبل الطائرات الروسية على البادية السورية، ولكن التنظيم هو متواري ويعلم البادية بشكل جيد، وهو أعاد إحياء نفسه في هذه البادية وبدأ يستقطب عناصره السابقين أو ما تعرف بخلايا نائمة للتنظيم، سواء في مناطق درع الفراش، سواء في هذه البادية ومن عدة مناطق سورية بدأ يعودون إلى تلك المنطقة. خطة العمل في تلك المنطقة للتنظيم هو رصد تحركات النظام في طرقات البادية في منطقة غير مأهولة بالسكان واستهدافهم، والهجوم على بعض القرى المتناثرة في البادية السورية. هو سيطر حقيقة الأمر لعدة ساعات على قرى في ريف حماة الشرقي، تمكن من طرد قوات النظام أو ما تعرف بالميليشيات الموالة للنظام من قوات الدفاع الوطني منها وقوات محلية، إلا أن عاد وانسحب صباحا كي لا تكون تلك المنطقة سهلة لاستهدافه من قبل الطائرات الروسية. لكن بالمجمل دعنا نقول بأن هذا التنظيم بدأ ينشط بشكل كبير جدا في بادية مترامية الأطراف، تمتد من أطراف حلب الجنوبية الشرقية وصولا للحدود السورية العراقية. طيب، حسب معلومات المرصد أستاذ رامي، ما حجم هذا الانتعاش في نشاط وإعادة رص صفوف التنظيم، وإلى أي حد يمكن أن يشكل تحديا على الجيش السوري في نظرك؟ سوف يشكل تحدي أقله في الفترة القادمة، وقد يمتد إلى ضفاف الفرات الشرقية إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. عندما نقول بأن لدينا معلومات عن عودة عناصر التنظيم من مناطق درع الفرات، مناطق سيطرة القوات التركية، ومن إدلب ومن داخل الأراضي التركية إلى هذه البادية السورية، هذا يدل بأن التنظيم يريد أن ينشط بشكل كبير جدا وأن يعود إلى العمل في هذه البادية ولا يدخل المدن والبلدات المأهولة بالسكان التي من الممكن أن يستهدف بشكل واضح منها من قبل الطائرات الروسية أو من قبل طائرات التحالف إذا ما قرر العودة إلى ضفاف الفرات الشرقية أي شرق دير الزور. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من كوفنتري هنا في إنجلترا. شكرا لك.